الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ربنا يا ولي كل نعمة يا الله، ونصلي ونسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه وعلينا بهم ومعهم يا رب العالمين. قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نتابع يا أيها الإخوة في أحكام الأسرة المسلمة وما يتوجب على الرجال والنساء والشباب والبنات والأطفال أن يعلموه. الله تعالى ينهى المؤمنين أن يعملوا ما كان يصنعه أهل الجاهلية قبل نزول الوحي والقرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أشياء مما كانوا يعملونه فيما سبق من الآيات، وهذه الآية أيضا إرشاد إلى ترك ونبذ ما كانوا يعملونه. كانوا إذا مات الرجل فيهم وكان له عدة نساء جاء من يرثه من الرجال من الذكور من أبنائه من إخوته لم يكن له أبناء، فجاءوا إلى امرأته فألقوا ثوبهم عليها، فإذا ألقوا ثوبهم عليها فقد صاروا أحق بها من غيرهم، وبالتالي لا يصح لها ولا تستطيع هذه المرأة أن تتزوج إلا بإذن هذا الإنسان الذي ألقى ثوبه عليها، وقد يكون هذا الإنسان ابنا لأبيه وهذه المرأة زوجة أبيه يلقي ثوبها عليها يلقي ثوبه عليها، فإما أن يتزوجها هو زوجة أبيه، وإما أن يأخذ منها مالا يفتدي بها ليتركها ويطلق سراحها حتى تعود إلى أهلها وتتزوج، وإما أن يعضلها فيمنعها من الزواج حتى تموت، فكأنه يرث متاعا أو مالا مما ورثه أبوه إياه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، مو بس ترثوهن وكرها غصب عنا، من ترغب أن تنكح ابن زوجها؟ من ترغب هذا إلا النادر إلا القليل قبل أن يحرم؟ طبعا هذا شيء فطري، هي تنظر إليه في الأغلب كأنها أمه، وهو ينظر إليها في الأغلب نظرة الأم أيضا، فكيف بعد ذلك تطيب هذه المرأة نفسا أن تنكح هذا الإنسان؟ لذلك علقت الآية فقالت كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء وكرها أيضا تكرهوهن على ذلك. وقد حصل هذا قبيل نزول الآيات الكريمات كما أخرج ابن مردوية وغيره من أهل الحديث، قالوا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن زوجي قد مات وإن ابنه جاء إلي فمنعني الزواج ولم يتزوجني هو، كما قلت كعادة أهل الجاهلية ما كانوا يفعلون، إما هو الابن يتزوجها بعد أبيه أو يمنعها، فهذا منعها لم يتزوجها ومنعها من الزواج، تبقين هنا. فقال: ارجعي إلى بيتك حتى يحكم الله فيك ولا شأن له بك. من الآن إلى أن يحكم الله فيك لا يستطيع أن يفعل شيئا، يتزوجك ما يتزوجك، ويمنعك من الزواج لا يمنعك، ولكن انتظري حتى يحكم الله فيك. فنزلت هذه الآيات الكريمات.
قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن أي ولا يحل لكم ويحرم عليكم أن تعضلوهن. العضل في أصل اللغة هو المنع، وهنا في هذه الآية تفرع المعنى وتشعب أكثر من معنى المنع، فيطلق على الإيذاء والإضرار بالمرأة حتى تتنازل عن شيء من مهرها لزوجها حتى يتركها. وهذا كان يحصل ولا يزال يحصل أحيانا إلى اليوم. يكره الإنسان زوجته فيضغط عليها بضرب، بشتيمة، بأذية، بتعد، يعضلها يعني يضغط عليها ويؤذيها ويهينها حتى تتنازل له عن شيء من مهرها، وحينها يطلقها. فنزلت الآية: ولا تعضلوهن أي ولا يحل لكم أن تعضلوهن، أن تضغطوا عليهن وتؤذوهن وتضيقوا عليهن. لما؟ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، لا تفعلوا ذلك، فهذا مما لا يحل لكم. قالت الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال أهل العلم كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره، قالوا: الفاحشة المبينة هنا هي الزنا، وقال بعضهم: هي النشوز والعصيان، كما أشارت آية أخرى في سورة البقرة. رجح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، العالم الجليل الذي ترجمنا له منذ مدد، وكان من المجتهدين رحمه الله تعالى، مفسر محدث فقيه، رجح أن هذه المعاني كلها تدخل في معنى الفاحشة المبينة: النشوز والتعدي والإساءة وعدم سماع كلام الزوج والوقوع في فاحشة الزنا. النشوز أنا ذكرته مرارا فيما سبق يا أيها الإخوة، هو أن لا تطيع المرأة زوجها فيما يأمرها به، يقول: لا تخرجي من البيت، تخرج من دون إذنه، لا تظهري أمام الرجال، تظهر وتمتنع عن سماع كلامه فتقع فيما حرم الله أولا، وثانيا تخالف أمر زوجها. فهذه ناشز. الله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا هو النشوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن ثبت أنها وقعت بهذه الفاحشة المبينة، فحينها الآية تشير إلى أنه يجوز له أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، لا في الحالة العادية، وإنما في هذه الحالة الخاصة، وهي ثبوت وقوعها بفاحشة مبينة، إما زنا وإما نشوز شديد عن طاعة الرجل. لكن الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن هذا المقطع، هذه الفقرة من الآية، أيضا نسخت بعد نزول الحدود. والحد كما تذكرون وكما بينت الآية، ذكرنا البارحة وأول البارحة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. قلنا هذا نسخ بالحد الباقي إلى يومنا، وهو الرجم للمحصن والمحصنة والجلد للبكر والبكرة. فهنا الحدود هي التي تثبت هذه الفقرة، وهي أن يضغط الإنسان على زوجته بعد أن ثبت عليها أنها وقعت في الفاحشة لتتنازل عن مهرها، أيضا هذا مما نسخ. ماذا يفعل؟ يلجأ إلى إقامة الحد عليها بالاعتراف عليها، وهذا ما أشارت إليه الآيات في سورة النور. قال تعالى: فإن كرهتموهن. الآن قد يكره الرجل زوجته ولو لم تكن ناشزا، ولو لم تكن وقعت فاحشة مبينة، قد لا يحبها، وهي أيضا قد لا تحبه. الله تعالى يقول: فإن كرهتموهن، يعني كأنه يقول: ولسنا ممن وقعنا في الفاحشة ورغم ذلك أنتم كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا يا أيها الإخوة فيه إشارة لطيفة، ليست إقامة البيوت
على ما يغني به المغنون ويردده العاشقون من كلام أو ادعاء ما يسمى بالحب. وهذا الذي درج في زماننا، الشباب لا أتزوج عن حب، أنا إيش جاي تخطب لي أمي وأبوي؟ هذا كان بالعصور القديمة. الآن أنا بحب والبنت تحب، بعد ذلك تتزوج. هذا هو التطور في العصور التي نعيشها الآن. تحبه عن طريق الرسائل، عن طريق الجوال، عن طريق الإنترنت، وهو يحبها عن نفس الطريق وكذا، ويظنون أن الأسرة تقام في الأصل على هذا المعنى فقط، وهذا خطأ. الأسرة الإسلامية لا بأس أن تقام على شيء من الحب، بل هو ضروري أن يحب الرجل زوجته وتحب الزوجة زوجها، ضروري، ولكنه ليس أصل إقامة الأسرة واستمراريتها وديمومتها. يا أيها الكرام، كثيرا منا اليوم قد لا يحب زوجته حقيقة، وهي قد لا تحبه، ولكن أليس قد جعل الله ذلك السكن والطمأنينة والتعرف والمعاشرة؟ أليس قد مضت سنون على ذلك؟ ثم بعد ذلك يأتي إنسان أريد أن أطلقها لأني لا أحبها، وتريد أن تطلقه لأنها لا تحبه، وهكذا. أو في الأساس ما أحببته لا أريده، وهو ما أحببتها لا أريدها. سبحان الله. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طلقها، لم تعد طلقها يا أخي، لكن هل تظن أن التي ستأخذها يجعل الله فيها خيرا كثيرا؟ أنت قد تظن أن هذه الذي أحببتها وهي أحبت سيظهر فيها الخير وعلى وجهها الخير، فإذا بالشرور تتتالى على الزوج والزوجة من هذا الزواج الجديد. لا يظنن الإنسان أن بيده مقاليد أموره، تفاصيل حياته. من منا من يدري ما يكون من الإنسان الذي يعاشره، الزوج أو الزوجة؟ لذلك الإنسان يا أيها الإخوة، كما ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. يفرك بمعنى يبغض. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني تظنها ملاكا، ليست ملاكا، ستخطئ. بالمقابل يعني أنت ملاك، أنا ملاك، منزه مبرأ من الأخطاء، لسنا كذلك يا أيها الإخوة. والله ما بتعرف تطبخ، وانت بتحسن صنعتك، اخلاقك جيده، راحتك اذا دخلت على البيت طيبه، يعني تتهيأ لزوجتك، ايضا انت لا تنظر الى نفسك. جاء من باب الطرفه يذكرون من امثله العرب ان رجلا جاء يوما الى احد القضاة، القاضي شريح، وهو مشهور من قضاة المسلمين العرب القدماء، وكان معه صاحب، وكانت زوجته قد اختصمت معه. فدخل صاحبه إلى القاضي، وكان صاحبه أحمق، فأراد أن يصلح بينهما أمام القاضي، فقال: لا يا فلانة، لا يهولنك من زوجك نتن إبطيه وسوء خلقه وكثرة شتيمته وتعديه على الناس. فقال: ويحك، اسمت، عرفتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه قبل ذلك. جاي تصلح لها تفسد، انت ريحت تحت، استغفر الله، تحت فاطمه طيبه، وبتقاتل مع العالم وما ادري ايش. اسكت يا اخي، انت جاي معناها تفسد بيناتنا. سبحان الله. قال: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ قد يريد الإنسان كما قلنا أن يطلق زوجته، وإن كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن هذا أمر قد أبيح في النهاية، فيريد أن يطلقها. ينظر، أنا كتبنا مليون مليون، القنطار إشارة إلى كثرة المال المكتوب في المهر. قال كثير من أهل العلم:
في هذه الآية إشارة إلى أن كثرة المهر ليست بحرام، وإن كانت مكروهة مثلا، ليست الأفضل وليس هذا السنة، السنة التيسير في المهور. لكن لو فرضنا أن حصل أن أكثرت المهور وتغالى بعض الناس فيها فهذا ليس بحرام. لما؟ لأنه مال يملكه صاحبه وأعطاه لإنسان بمحض إرادته. الزوج صاحب المال حينما يعقد العقد لا يضرب على يده فيقال أعطي مليون، أنت بإرادتك تعطي، ما أردت انصرف. خلق الله كثير، هي يهيئ الله لها وأنت يهيئ الله لك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، كما قلت القنطار إشارة للكثرة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالقنطار إشارة للمال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، إشارة إلى ما سبق أيضا وتأكيد على ذلك. يضغط عليها، ما عجبته بدأ يطلق، بدأ يخلص منه، والله مليون أنا كاتب، منين بدأ أجيب مليون؟ بطلق أول طلقة ببعث عن بيت أهلها، قبل ما تخلص العدة بجمعة برجع برجعه، برجع بقاتله وبضاربه وبسبه وبشتمه، وبطلق الطلقة الثانية قبل ما تخلص العدة بجمعة برجعه، أو ما بطلقه، روحي عن بيت أهلك ما برجعه، بضغط عليها حتى تتنازل عن مهرها. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا تعديا كذبا وإثما مبينا ظاهرا واضحا؟ أخرج أبو يعلى والبزار وغيرهم، وهم من أئمة الحديث، أبو يعلى والبزار من أئمة الحديث وإن لم يكونوا بشهرة البخاري ومسلم، من عدة طرق بأسانيد جيدة كما قال ابن كثير وغيره، أن عمر رضي الله تعالى عنه صعد يوما المنبر فقال: يا معاشر الناس، إنكم قد تغاليتم في المهور، وإن مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته ما كان يزيد على 400 درهم، فمن سمعت أنه قد زاد على ذلك أخذته منه فرددته إلى بيت المال. فقامت امرأة من آخر النساء فقالت: يا عمر، أيعطينا الله وتمنعنا أنت؟ فنظر قال: وكيف يا امرأة؟ قالت: إن الله يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا، ولم يقل هذا حرام فلا تفعلوه مرة أخرى، قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، فهذا دليل على أنه قد أعطاها مهرا كبيرا جدا، فكيف يبيح الله أن يعطى هذا المهر وتمنعه أنت؟ فقال عمر رضي الله عنه: اللهم غفرا غفرا، أي اغفر لي اغفر لي، أخطأ رجل وأصابت امرأة، والله لا أنقص ولا أزيد، فمن شاء فليعطي من النساء ما شاء. بعض الناس في عصرنا أنكر هذه القصة، وكما قلت إسنادها جيد قوي، قواها عدد من أهل العلم، وهذا دليل على أشياء كثيرة. هذه القصة أولها: ما هذه الشخصية النادرة في هذا الإنسان؟ قد تقول: أخطأ، بعرف أخطأ. تصور نفسك وأنت أمير المؤمنين تخطئك امرأة وأنت على المنبر وتعترف بخطئك أمام الناس، كم هذا الرجل عظيم؟ أحدنا اليوم يأخذ شهادة لا تساوي فلسا فيظن نفسه أعلم العالمين وأذكى الأذكياء، أو يصير معه شيء من الفلوس في جيبه فيظن نفسه يقف على سطح القمر وينظر للناس من الأعلى إلى الأسفل. سبحان الله، الاستكبار صار ديدنا في الناس. فهذا الموقف العظيم من أمير المؤمنين من الصحابي الجليل عمر رضي الله تعالى عنه يدل على سعة صدره وكبر عقله وزيادة علمه، كذا يدل على أن النسوة في ذلك العصر العظيم كان لهن رأي وكلام، إذا رأينا خطأ يتكلمنا بالخطأ. سبحان الله. قال تعالى: وكيف تأخذونه، هذا المهر الذي أعطيتموه للنساء،
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كثير من أهل العلم قالوا أفضى بعضكم إلى بعض أي بمسائل النكاح، الإفضاء بمسائل النكاح. وبعض أهل العلم قال قولا هو أجمل وأقوى وأصح والله أعلم من هذا القول. هذه الكلمة الرنانة العجيبة التي عبر رب العزة بها أفضى بعضكم على بعض، يستطيع رب العزة أن يقول وقد نكح بعضكم بعضا وقد أتى الرجال النساء و تعابير كثيرة تفيد موضوع الإتيان. وقد أفضى، الإفضاء كلمة واسعة، قد فاض، أفضى هي أفضى، أنت أفضيت إليها أولا بمسائل النكاح التي لا تفضيها لا لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك ولا لأي إنسان، وهي كذلك فعلت، ثم أفضيت إليها بسرك وأفضت إليك بسرها، جلست بجانبها سنين طوالا وجلست بجانبك سنين طوالا، عاشرتها وعاشرت، أنجبت منها أولادا وأنجبت منك أولادا، أنفقت عليها، أعانتك في بيتها، خدمتك، ساعدت، غسلت بيتك، طبخت طعامك، غسلت ثيابك، أفضى بعضكم إلى بعض، سافرتم سوية، جلستم في بيت واحد سوية، أصبتم فصبرتم سوية، تألمتم فتحملتم سوية، كل هذا من الإفضاء، من المعاشرة. بعد كل ذلك تضغط عليها لتأخذ هذه الفلوس التي أعطيتها إياها، كم أنت ظالم يا أيها الإنسان. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حين الزواج. ما الميثاق الغليظ؟ زوجتك على كتاب الله، أنت تزوجت على كتاب الله، طيب هذا ميثاق غليظ، الآن تضغط لتهرب من هذا الميثاق وتتنصل من المهر. سبحان الله. أعود فأقول يا أيها الإخوة، إذا رضيت أنت بالمهر يا أيها الرجل فأنت الذي تضع هذه التبعة على نفسك. وأؤكد وأزيد دائما على هذا الكلام، لا يحزن مني آباء البنات ولا أبناء الشباب، أنا أتكلم كلاما بشريعة الله إن شاء الله، كلام ما يقوله بعض الإخوة، هذا الكتاب والمقدم الأخر حبر على ورق، هذا كلام فارغ، مو يساوي الصفر، يساوي تحت 100 تحت الصفر. كيف يعني حبر على ورق؟ كيف يعني؟ ترجم لي هذا الكلام. هذا المال تريد أن تأكله لتدخل في هذه الآيات التي تذم من يأكل مهر النساء ذما شديدا وتصفه بأنه بهتان وإثم مبين وضلال وميثاق غليظ أخذوا عليكم؟ لا، قال ما بريد أكله. طيب تريد أن تعطيه؟ قال نعم. ألا تتوقع؟ أسأل الله أن يعافيك، لكن لا، ألا تتوقع أن يحصل خلاف تطلقها؟ نعم. أنت معك من 1,50,000؟ لك لا تزعل، معك؟ قال ما معي. شلون عم تكتب على نفسك يا ابن الحلال؟ وأنت يا أبو البنت رحمك الله، أنت تعرف أن هذا الإنسان لا يمتلك من 1,000,000 ربعه، كيف تطلبه منه؟ لا، حافظ على بنتي، بالله عليك سيء الخلق، قليل الدين، هذا يحافظ على البنت بكبر المهر معه؟ بالله عليك، اللي بده يطلع قليل دين وسيء أخلاق وبضربه وسبه وبهينه وبأذيه وبعتدي عليها، هذا بكثرة المهر بعود ما طلقه بهجرها وبشرفها لأهلها أشهر وسنوات، ما يحصل هذا، ما نراه ليل نهار. سبحان الله، أنت تنظر إلى تقوى الشاب، أنه نشيط، أنه يشتغل، عنده عمل حلال، هذا الأصل، عنده تقوى وعنده عمل يشتغل به حلال، مصدر رزق، كسب حلال، هذا المقصود، أكثر من ذلك ماذا يراد؟ لذلك هذا الكلام كلام فارغ. أيضا مسألة مهمة تتعلق بما سبق من الآيات وتتعلق بهذه الآية. في الآيات التي سبق ذكرنا مسألة المواريث، وقلنا يا أيها الإخوة كما قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قلنا الدين مقدم على الوصية. أهل العلم جميعا قالوا إن أجل المهر، يعني نحن بنكتب الآن، اعتدنا أن نكتب معجل ومؤجل، إن أجل المهر، المهر المؤجل المؤخر، يعني هذا المؤخر دين من أصل الديون أو هو أصلها الأول، فإذا توفي الزوج، وكثير من الناس تغيب عنهم هذه الفكرة، يتوفى الإنسان يأتي الأولاد ليرثوا،
إما إلى مليون وراء مقدم مؤخر، تعطيه إياها ما بتمجوز ولا لرسولي لك. يعطى مهر المرأة قبل كل الميراث، هذا دين في رقبة الرجل. أخره أخره، وهي رضيت رضيت، لكن بموته صار مستحقا قبل كل شيء. نعم، في عرف القانون اليوم في المحاكم الشرعية يسمونه الدين الممتاز، هناك ما يسمى بالديون الممتازة. نعم، هذا تعبير قانوني حديث، ولكنه في الأصل الفقهي هو مال مقدر للمرأة، دين وحق لها مباشر الأخذ، بمجرد وفاة الإنسان يؤخذ. من باب الذكرى يا أيها الإخوة، تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل لم يكن في أصل الإسلام. ها، قال هو حرام؟ لا. مكروه أيضا؟ لا. أمر اعتاده المسلمون من باب المباح. الأصل كانوا يعطونهن مهورهن ويقبضونهن إياها بدون لا مقدم ولا مؤخر ولا أي شيء. قد مهرك 100، تفضلي هذه 100 وانتهى الموضوع. حصل طلاق، انتهينا من لحظتها، ينتهي كل شيء، ما في شيء، لأني مهرك أخذتيه. فتقسيمه إلى معجل ومؤجل هذا أمر اصطلاحي حدث بعد عشرات أو مئات السنين من أصل الإسلام، وليس ما يمنع منه، ولكن هذا أمر عرفي. فإذا تعارف الناس أن يصنعوا صنعوا، إذا أرادوا أن لا يصنعوا لا يصنعوا مباشرة. الأفضل، يعني إن سألت عن الأفضل، تتساهل أنت وزوجك في المهر وتقبضها إياه هي بالذات، كما قلنا في أصول الدروق، لا تعطي أباها ولا أخاها، هي صاحبة الحق، وانتهى مهرك كله مؤجل ومؤجل مع بعضه، معجل ومؤجل، تفضلي هذا المهر وانتهينا منه. هذا هو الأصل وهو الأفضل. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هذه الآيات تحتاج إلى بيان وتفصيل كبير، فسندعها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. نفعنا الله بما قلناه وتعلمناه. الحمد لله.